استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن سعادة النائب هيثم زيادين عضو مجلس النواب الأردني، حيث تحدث سعادته عن نشأته في بلدة الإسماكية بمحافظة الكرك وقصة وصوله إلى البرلمان على مدار دورتين متتاليتين وتسلمه كذلك لرئاسة لجنة الطاقة في المجلس والإنجازات التي حققها خلال الدورتين النيابيتين. المزيد في هذا الحوار. الكرك أنت تقول عنها وأنت الكركي الأردني الأصيل باعتزاز تقول عنها أنها الوحيدة التي لم يدخلها الفلسطيني لاجئا بل شريكا في كل شيء. بتقول أنه يعني حتى أنه الكرك جعلت منهم زيتا للسراج. صحيح. هذا الموقف الكركي المتجذر في الأصالة والشهامة، كرك الإباء، كرك القلعة. صحيح. احكي لي عن 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 الكرك، وين امتدادها؟ امتدادها العروبي غرب النهر. أنا بعتبر الكرك كباقي شقيقاتها من محافظات الأردن الاثني عشر اللي نعتز ونفتخر فيها. الحمد لله الكرك يعني عبارة عن لوحة فسيفساء. الكرك نموذج للعيش المشترك، وأنا لا أفضل كلمة التعايش، إنما العيش المشترك. وفي عندنا قصص كثيرة في الكرك طريفة يعني، وكل الأردن بتسمع عن قرية أدر، هذه النموذج التي يحتضن فيها الهلال الصليب والصليب ينحني على الهلال. هذه قصة واقعية وموجودة والكل بتداولها. عندما تبرعت عشيرة المعايطة بأرض لبناء الكنيسة بشريطة أن يكون الخوري من المعايطة، هذه قصة مشهورة. هاي الكرك عندما قررت خوض الغمار الانتخابات في 2016 بعد طبعا إجماع عشيرتي وإجماع عشائر العكشي والحجازين في قرية السباكي اللي باعتبار هي الحلقة الأضيق، ثم انطلقنا للحلقات فيما بعد. وكانت أيامها يعني انضميت لكتلة اسمها كتلة أبناء الكرك اللي ضمت في جنباتها يعني قامات كركية وطنية، والحمد لله أني حصلت على أعلى واحد في القائمة اللي أنا ترشحت فيها، قرابة 10,000 صوت. قاعدتي 800 صوت وحصلت على 10,000 صوت. يعني وخلينا نحكيها، إحنا دائما إحنا بنحكي إخوة دائما، ولا يوجد فرق بين المسيحي والمسلم، ولا يوجد عندنا هذه المصطلحات أصلا في الأردن. نعم. الحمد لله. والكرك تحديدا يعني بعتز وبفتخر فيها، وبفتخر إني كركي وبفتخر إني أردني. حصلت على أعلى الأصوات، 9,000 قرابة 9,000 صوت مسلم، لأنه الذي يحدد النائب هو الصوت المسلم وليس صوت المسيح. وبالتالي يعني هذا دليل على ما هي الكرك وحبي وعشقي للكرك. ومن ثم وفقنا الله وحصلت على ثقة أهل الكرك وثقة الوطن بأن أكون نائبا في البرلمان 18. وهاي الجملة اللي أنت حكيتها أبونا، هاي بتذكر أول خطاب إلي، كانت يعني في خطاب الثقة في 2016 حكومة هاني الملقي. نعم. حكيت أنه الكرك ليس فيها لاجئ ولا مخيم، وكل من فيها هو شريك في الغنم والغرم.